في هذه الأزمة ديال الكريز الغلاء. اللي كاينه، يعني لقينا بان لقينا المشروع بانه هو عنده اكتفاء ذاتي، وهذا يعني حنا في هذا المشروع كنا سباقين في هذه الامور هذه، المحافظه على البيئه والانتاج الطاقات المتجدده، وهذا من بين العوامل اللي جعلت ان المشروع ديالنا حاز على هذه الجائزه. لأنه متميز. دابا سي زمان، لو بغينا نفهموا ان الفوز الان بالتصميم ماشي فقط داك الجماليه ديالو والتزيين ديالو ولا مطابقته للمحيط ديالو، ولكن كاين تحديات ديال البيئه، ديال المحافظه على البيئه، ديال شحال من معيار ولا تتوضع باش يتم اختيار، او لا غير فقط باش يشارك في المسابقه. وليتوا الان امام تحدي كبير سي جمال. إيه دونك هو في المسابقه هذه كيعطيونا واحد دفتر التحملات اللي كنعمرو، كان اللي كيكون فيه بزاف ديال يعني لي زاسبي. هاد اول حاجه هما احترام البيئه، يعني هو الموضوع الاول اللي ولا دابا في العالم كيتخاذ بالاعتبار، بحكم ان الطاقه ولات عندها واحد القيمه عاليه ولات قليله، وبحكم المشروع ديالنا نزلنا في هذه الامور هذه، يعني كان حاز على نقاط كبيره. وبالنسبه للجماليه والهندسه وهذيك، يعني هذيك مساله طبيعيه، انها خصها يكون المشروع عنده واحد الجماليه، عنده واحد يعني الانتغراسيون ديالو في البيئه، في كل المحيط ديالو، من البيئة دامج ديالو. في المحيط ديالو، وما يبانش على انه بانه بنايه صناعيه، ما يبانش انه كيأثر على المحيط العام والسكان اللي كاين حداه، بالعكس يعطي جماليه للفضاء. وكنعرفوا ان هذا المصنع هذا موجود في واحد منطقه فلاحيه، يعني فيها طبيعه ضواحي مكناس، اي في ضواحي مكناس، ولازم احنا في الدور ديالنا كمهندسين معماريين ان نحترموا البيئه ونجزوا واحد البنايه اللي كتماشى مع الطبيعه ديالنا، اللي هي ما تكونش نشاز، ما تجيش شي حاجه ما موالماش مع البيئه، مع المحيط اللي داير بالمنطقه. وهذه المنطقه كلها سي جمال جات منطقه جميله لحد الان، حيت تنكونوا دايزين في الطريق السير في لوتوروت، يبان بان المنطقه هذه تتكبر. دارت هذه المنطقه هذه من بعد النجاح ديال المعرض الدولي ديال الفلاحه، المنطقه هذه تتسع. اذا انتم شاركتوا فيها وفزتوا بهذا التصميم ديالكم. ممكن نعرفوا الا كان ممكن سي جمال شحال من مشاركا معكم وتنافسوا معكم على هذه الجائزه في هذا الصنف بالضبط ديال الصناعات الغذائيه؟ هذا الصنف يعني ما عنديش انا الرقم، يعني الرقم محدد، ولكن كنقدروا يعني بالنسبه لكل قاره كيكون تقريبا واحد يعني ما بين 80 حتى 100 ديال المهندسين في كل قاره اللي كيشاركوا. نعم. بالنسبه للقاره الافريقيه كيكونوا يعني عدد ناقص شويه، لانه كنعرفوا بان القاره الافريقيه ماشي يعني قاره صناعيه بامتياز، ولكن ملي كندوزوا المسابقه العالميه تلقاو يعني المشاركين الفائزين اللي كانوا في القاره، باغ اكزومبل في امريكا كان واحد مكتب عالمي امريكي، في اوروبا كان مكتب من انجلترا هو اللي فاز بالقاره الاوروبيه، يعني بحكم ان كنا في انجلترا كانت الجائزه، يعني واخا كنت ما كانش تحيز الاتجاه للبلد، ولكن هادو الناس مشاو بقاو اي بقاو في موضوعيين، وشافوا يعني يعني كيقارنوا الافكار والدراسات اللي هما منجوزين في هاد المشاريع ديالهم، ناس واقعيين وتحترموا المنافسه الشريفه. سي جمال، انت قلت في البدايه بان كنتوا تفاجئتوا، قلتوا ممكن على الصعيد الافريقي نفوزوا، ولكن بالنظر للاسماء اللي ذكرتي الان والشركات، هذه شركات كبيره عالميه تشتغل في العالم كله، وصلتوا معهم النهايه، كنتم ما متوقعش انها تفوز. بيني وبينك سي جمال، كتقول يكونوا الاوروبيين، الامريكيين، كاين استراليا، كاين ناس مشوا بعيد في الهندسه، او لكنتوا ثيقين بالحظوظ ديالكم؟
لا هو هو يعني انا دابا في كل مره كنقارن هذه المسابقه هذه بكاس العالم الاخيره ديال نعم تحت ما كانت يخفينا نمشيو بعيد. يعني كنعرفوا بان المغاربه تبارك الله كاينه واحد الكفاءه في جميع الميادين، ولكن في المسابقات العالميه كيكون عندنا واحد ديما كنكونوا متواضعين وواقعيين في واحد الشكل، ولكن يعني ملي كنشوفوا راسنا يعني ملي كندخلوا للواقع ديال الموضوع تلقاو بان الكفاءه المغربيه عندها واحد القيمه، وملي كيكون يعني الامور يعني مسابقه يعني نزيهه كنلقاو تنشوفوا بان الكفاءه المغربيه كتفوق، وهذا التفوق هذا ينسير بالنسبه لنا حنايا مفاجاه، ولكن مفاجاه ساره اكيد لانه كنقدروا نوزنوا شويه العمل اللي كنجزوه، وكيعطينا هذا تشجيع للمزيد من التطور والافكار والثقه في النفس ونثقوا في كفاءه بلادنا. وتبارك الله راه باين من خلال الجوائز اللي خديتوها انتم كمكتب الان من 2017 2023 دائما انتم كنتوا حاضرين. حنا تنثقوا في نفسنا وتنثقوا في الكفاءه ديالنا، تيخصنا فقط التشجيع ديال الكفاءه ديالنا، ولكن بالنسبه للشركات الكبيره اللي نفساتكم وشافتكم وشافت الرياض المغرب في هذا المحفل في لندن، شنو الانطباع اللي خداو علينا؟ شنو كيفاش شفتوهم تصرفوا معكم بعد الانجليز الالمان والجنسيات الاخرى؟ شنو قال لكم اللي تلاقيتوا؟ اول حاجه لقيت بان لقيت بان القاعه تقريبا يعني بالمكتمل ديالها عرفات المغرب شكون هو وفين هو طارق كاس العالم. يعني الناس عرفونا كاس العالم ماشي جمال الثالثه المهندسين المعماريين. لا دابا هما ملي شافوا سمعوا الاسم ديال البلد يعني دائما ليفينمون اللي كان قبل كان هو اثر على الناس في العالم كامل انهم عرفوا المغرب، وكنا كما كنقولوا ديالنا في جوجل دابا الكلمه اللي هي كانت دولات في الاكثر هي الكلمات المغرب المليون ديال اي باش يعرفوا الناس هذا البلد شكون هو وفين هو. ولقيت بان القاعه يعني تقريبا لا ماجوريتي ديالهم عارفين المغرب فينا هو اترافير لا كوب دي موند، وكانت واحد الفرحه كبيره لان التصفيقات اللي كانوا في القاعه فاش حصلنا على هذه الجائزه هذه كانت يعني مفاجئه لنا. كنقول بحال راه واقيلا نص القاعه كلهم مغاربه معنا، مي سيتي اون فيرتي يعني كان واحد الفخر الفخر لينا بهذه المساله هذه. وكانوا مهندسين يعني ماشي غير انجلترا امريكا يعني الدول اللي هي معروفه، كانوا الناس يعني جاوا من واحد دول بعيده جدا من اسيا من جزر الكناري اللي كانوا تاهما حاضرين وكانوا تاهما على علم بالبلاد ديالنا وبالرايه ديالنا وكانوا شجعونا هذاك النهار. وحنا كذلك تنشجعوك سي جمال القرخوري معك الطاقم ديالكم في المكتب، هنيئا مره اخرى بهذا الفوز المستحق الاورز في لندن جائزه 2023 في الهندسه المعماريه. شكرا لك، ومره اخرى تنأكد بان الكفاءه المغربيه موجوده، فقط الاهتمام بها خصو يكون والتشجيع ديالها. شكرا لك وتنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو في الجائزه ديال السنه الماضيه 2024 بحول الله. مع ضيفنا المهندس المعماري جمال القرقوري نكون وصلنا لنهاية الحلقة ديال اليوم. فقط خليوني نذكركم بالمواعيد وبالمواضيع وبالبرامج اللي يمكن تشاركوا فيها على الرقم 0537705939. بعد قليل أخبار تساعدي قدمها زميلي العربي الغربي، تلتقوا مباشرة مع حليمة العلوي في برنامج اللقاء.